السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد على قناه استوديو الاهلي. النهارده هنتكلم عن تفاصيل مباراه الاهلي وخروج الكاميرون في دوري ابطال افريقيا. ما تنساش تعمل فيديو لايك وشير وكومنت وتشترك في القناه لو انت مشترك. بس كمان عندنا تشكيله متوقعه للنادي الاهلي في مباراه القطن الكاميروني غدا 17 مارس الموافق 2023، والتشكيله تاتي كالاتي: في حراسه المرمى علي لطفي، البين دفاع محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، محمد هاني في الجناح الايمن، علي معلول في الجناح الايسر، ثلاثه نص ملعب: مروان عطيه، عمرو السوليه، حمدي فتحي، ثلاثي هجومي: احمد عبد القادر، محمد شريف، بيرسي تاب. ستقام المباراه الساعه 6 مساء بتوقيت مصر على ملعب رومبي اليجا بالكاميرون. اخر خمس مباريات بين الفريقين، فوز الاهلي بخمس مباريات ولم يفوز فريق القطن الكاميروني بولا مباراه. امل الاهلي في الصعود في حال فوز سان داونز على الهلال السوداني، وحينها يجب على الاهلي ان يفوز على الهلال السوداني والقطن الكاميروني، وحينها سيكون ترتيب المجموعه كالاتي: في الصداره ستكون سان داونز ب 13 نقطه، يليها الاهلي ب 10 نقاط، يليه الهلال السوداني ب 9 نقاط، والقطن الكاميروني اخيرا ب 0 نقطه. الوقت خلينا نتوقع نتيجه مباراه الاهلي بكره ان شاء الله. اتوقع كام؟ اتوقع ان شاء الله النادي الاهلي يفوز ان شاء الله هيفوز 3-1 اتوقع يعني. ودي كل المعلومات اللي قدرنا نجمعها عن المباراه، ولحد كده كنا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. ما تنساش تعمل فيديو لايك وشير وكومنت وتشترك في القناه لو انت مشترك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.